كل واحد معصب اكثر من الثاني، ابل زعلانه، سامسونج زعلانه، هواوي زعلانه، موتورولا شوي مبسوطه بنعرف ليش، ولكن مين قاعد يسال عن موتورولا؟ اخبار كثيره في التقنيه والعلوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقه جديده من التقنيه والعلوم. نبدا باول خبر وهواوي. سمعتوا اكيد وشفتوا الفيديوهات اللي قاعدين نعطيها لكم اول باول وتحديثات عن امر هواوي. فهواوي حاليا وضعها غريب بين الشركة اللي متحمسة للشغل والتطور وأيضا الشركة اللي قالت إن عام 21 هو الفارق الأكبر. أكيد شركة زي هواوي عندها فلوس وعندها ذكاء وعندها خبرات قاعدة تجيبها، أكيد قاعدين يخططوا على شيء كبير بنعرفه بإذن واحد أحد. بس ليش زعلانة؟ هذه واضح الحلقة بتكون ليش كل شركة زعلانة. هواوي زعلانة لأنه حيكون في تأجيل للميت إكس. الميت إكس من تاريخ إطلاق لشهر جولاي إلى حيروح لسبتمبر، ويمكن يروح لشهر 9. فإذا طلع بشهر 9 ما ندري، المهلة تكون خلصت، الأمور صعبة، فأشياء كثيرة من استفهامات موجودة. ولا ننسى أن الجهاز المفروض أنه أصدر كجهاز، مو أصدر للناس نزل في الأسواق، أصدر كجهاز. هل حيحصل على رخصة جوجل أموره تمام ولا لا؟ يبينا ننتظر ونشوف. عشان كذا هم زعلانين، ولكن أكيد في أخبار مفرحة لهم أنه 5G قاعد يكبر ويتطور، وأكيد من الدول الكثيرة اللي قاعدة تقبل 5G المملكة العربية السعودية وأكيد الكويت. فالكويت بدأ تشغيل 5G فيها، فأسعار شوي غريبة، ولكن كل شبكة تجينا جديدة يجي معها أسعار صادمة. نرجع لشركة ثانية زعلانة، سامسونج زعلانة لأنه أيضا الفولد بيتأجل. الجوال اللي حيكون المنافس للميت إكس حيتأجل إلى ما بعد الجالكسي نوت 10. هذا الجوال اللي احنا مترقبين له متشوقين له بشكل كبير، والرندرات الأخيرة شبه مؤكدة وقاعدة تبين أنه ما في منفذ سماعة، وأيضا النتو اللي موجود ما هو موجود، ما في نتو. المهم في موجود خالة في النص كذا، حبة خال موجودة اللي هي الكاميرا، وأيضا توقع أن تكون الكاميرا مخفية تحت الشاشة، وهذا الشيء ما صار مع الرندرات اللي طلعت. فهل يمكن يكون في ثلاث أجهزة في المؤتمر حسب الكلام الأول؟ الكلام الأول كان حيكون النوت والنوت برو، وأيضا حيكون عندنا الفولد 2، والثالث اللي هو المختلف. هل معقول أن الجهاز المختلف اللي حيطلع من سامسونج هو الجوال اللي فيه كاميرا خلف الشاشة ومجال جديد للتسويق وأيضا للتقنيات ويبدأ يتنافسوا فيه كل الشركات ولا لا؟ ننتظر أيضا ونشوف. والشيء الكويس اللي قاعد يصير في سامسونج أنه الغربة اللي صارت في السوق في الفترة الماضية آخر شهرين أكيد عطت مبيعات أكثر لسامسونج، مما خلاهم برضو ينتعشوا من ناحية الأسواق. مبيعات أفضل للجالكسي S10 والS10 بلس، وأيضا جو أحسن على كل نزلت الاي طلعت منتشر. بس ابل ليش زعلانه؟ ابل زعلانه لانه في بعض الناس قاعدين يتهموا انهم السبب وراء موضوع هواوي. ما يلاموا الناس على هذه الاتهامات لانه ابل اكيد خلف الولايات المتحده الامريكيه، شركه امريكيه، والولايات المتحده الامريكيه تتخذ قرارات ضد هواوي، فشيء يعني الناس قاعده تسويه. ولكن ايضا ليش زعلانين من نفس الكريتيسيزم والانتقاد اللي قاعد يجي على اخر مؤتمر لهم من ناحيه الاسعار؟ ولكن لو وضحنا الاسعار هذه ومنتجات ابل بالذات لو شفنا على الكمبيوترات، انا اصدق 100% كصاحب شركه وعندي اجهزه ابل بشكل كبير واجهزه سامسونج واجهزه هواوي، بس عندي شركه اجهزه ابل كبي سيات بشكل كبير، اعرف انه اجهزه ابل تجيب سعرها للاشياء اللي تنتج عليه وتسوى. انت ما حتشتري اي ماك ولا حتشتري الماك برو اذا عندك فقط تصفح ومشاهده افلام، ابدا ما حتسوي هذا الشيء. حتشتري هذه الاجهزه اذا كان عندك نقدر نقول انتاجات نوعيه وانتاجات ضخمه، فهنا اكيد حيكون السعر مبرر جاستيفايد بشكل جيد. وابل عشان هالامر زعلانه شوي، وننتظر نشوف الاي او اس 13. هذا التحديث اللي يمكن معاه يكون تغيير جذري للايبادات ومنظومتها، وايضا تغيير جيد جدا للايفونات والتطور اللي هي قاعده تستمر عليه. نروح لجوجل، نسيت اقول لكم جوجل زعلانه، بس هنا ليش ما ذكرتهم في البدايه؟ لانهم زعلوا وعصبوا وحلوا الامور. الزعل كان بسبة التسريبات الكثيرة اللي طلعت للبيكسل 4. شفنا صور للبيكسل 4، الناس قالت خلاص هذا هو البيكسل 4، جوجل طلعت تغريدة تقول هذا البيكسل 4 انتهينا يا جماعة هذا هو خلاص، بما انه طلع وانتشر. وايضا شهد البيكسل 4 مع احد الاشخاص قاعد يستخدمه، القطوه الناس ما شاء الله عليهم. فاكيد البيكسل 4 شيء يحب، ها زي ما صار مع وتحسه تسويق، صار نفس الشيء مع 3. على فكره استخدم البيكسل 3، اخر البيكسل 3 اكسل استخدمته الفتره الماضيه بشكل مكثف، الى الحين من اجمل الكاميرات اللي تحلل الصور بكاميرا واحده، جوالات بكاميرا واحده، هذا يطلع صور شيء مجنون. وايضا النمط الليلي فيه خارق ومجنون. الشيء اللي حيصير لو طلع الجوال الحقيقي حق البيكسل 4 اللي جوال جوجل نفسه قالت انه هذا هو حقيقي، وكاميرتين خلفيه ومستشعر وموجود عندكم فلاش، ما
السوفت وير اللي موجود عند جوجل المجنون يا اللي هي فوق لتايم اوف فلايت يس تي او اف. فهالثلاث كاميرات احمد يعني من جد وش بتجيب من قدرات تصويريه ما كنا مفكرينها. هنا النقله اللي بتصير، ورغم انه النقله نوعا ما محبطه انه صار المربع والمستطيل هذول الناس كلهم قاعدين يركزوا عليها في الكاميرات، فحسبنا انه جوجل لا بتظل بكاميرا واحده، ولكن كلهم حابين المربع الاسود ده حق الكاميرات. ليش لا؟ تسويق والاجهزه والتقنيه تتطور، وايضا فيها موجات تسويقيه تركب زي ال 4K لما كان شيء، زي لما تكلم كاميرا السيلفي وتطويرها لما كان شيء، حساسات اماميه لما كانت شيء، ال NFC زمان كان شيء جدا قوي، وايضا لما نتكلم على تطور البطاريه كويك تشارج الثاني الثالث الرابع. طبيعي هذا الامر في مجال التقنيه، حتى لما تغير التصميم احنا عندك النوت ممكن تصير الكاميرا بالطول لانه بدل يروحون للناس مربع ومعطول. هذا هو تصميم في النهاية. يقول أحمد إنه نوت هو الوحيد اللي الحين كاميرات في الطول حسب التسريبات، ولكن الباقيين قاعدين يتوجهوا للمربع، وما ندري وش الشيء اللي حيسووه منه تصاميم، وكل الشركات قاعدة تتميز بتصاميمها. وإلى الحين يمكن الجوال اللي يحافظ على الدي إن إيه حقه بشكل جدا كبير سلسلة النوت. الأندرويد كيو في إشاعات تقول إن الهواوي بيحصل على الأندرويد كيو، فننتظر تأكيد لهذا الأمر، وأكيد ذكرت هذا الشيء أيضا خلال الفيديو التحليلي حق هواوي، فلا تنسوا دائما تكونوا مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس للحصول على آخر التحديثات. وأيضا أنشأت سلسلة فيديوهات خاصة بكل ما يخص هواوي، بلاي ليست خاصة تلاقي رابطها أيضا موجودة في وصف هذه الحلقة. نروح للشركة الوحيدة اللي يمكن مبسوطة، موتورولا. موتورولا صار عليها مشكلة قبل فترة، وأحد الأشخاص قدر يطلب جهازهم الجديد اللي هو الموتو زي اللي يركب عليه المودولز اللي هي القطع هذه حقت مثلا سبيكر حقت بروجكتر سينما، اشياء قويه كانت تركب وما سوقوها بشكل كبير. يا الكاميرا حقت هازل بلاد، كاميرا هازل بلاد، فالاشياء دي طلعت مع ذاك الجوال القديم اللي هو الزي 2 ولا زي 1، المهم زي 4 واحد قدر يشتريه وسوى له مراجعه، زعلوا بشكل جدا كبير. ولكن الشيء المفرح واللي معطيهم سعاده انه تسربت بعض الصور لهم للموتو 1 برو. هذا الجوال اللي الصور تبين انه يمكن يكون هو الجوال المفروض كل الشركات تتحدى، لانه لو جينا للموتو زي 4 هذا موتو زي 4 جاء مع كاميرا 360 كهديه اذا اشتريته من امازون، والشيء الرايق اللي لقيته فيه التطور اللي صار عليه مقبول وحسن، وكميد رينج فون بصراحه يقدر يتحدى الجوالات الباقيه. واذا انت عندك اصلا مودلز من القديمه جربتها اشتغلت كلها زي الفل، اول ما حطيت الجوال سوينا التحديثات سوينا الامور، عندكم 360 درجه يمديك تسجلها على هذا الجوال، يعني شيء حلو. تبون اعطيكم جوله في تيك بيلز عن طريق الكاميرا حق 360 حق الموتو زي ولا لا؟ اعطوني رايكم. البصمه مدمجه هنا في الشاشه والامكانيات كويسه، ونتكلم على سعر مو مره عالي، ولكن شوف بصمه ما اشتغلت على طول. المهم ولكن نتكلم على شيء راي قاعد تطور عليه، ويمكن بالفعل لو جت موتورولا ونزلوا الموتو زي برو او موتو 1 برو اسف، يمكن هذا الجوال يكون يسعد الناس كلها ويقولوا نعم جت منافسه. ولكن اذا موتورولا كالعاده طلعت شيء كويس وما سوقوه ما في فايدة. سألتكم الحلقة الماضية تشتروا الآيبود ولا لا؟ 92% منكم قالوا ليش؟ لأنه بالفعل المنظومة حقتنا صارت كأنها آيبود، فيها عندك جهاز يشغل محتوى صوتي. ولكن 7% كان عندهم اهتمام إنه نعم نشتري آيبود. ولا تنسوا الآيبود يجي في فيس تايم، فالناس اللي عندهم مكالمات وما مكالمات وعندهم الآي كلاود يمكن الآيبود يكون خيار كويس صوتي بدون خط بدون رقم. و مفاجأة أو صدمة بالنسبة لي كانت لما أعرف أحد الأشخاص اللي موجودين بمجال التقنية بشكل جدا قوي، أحد أبنائه ما عنده رقم جوال، عنده فقط جوال في إنترنت بس ما له رقم، ما له رقم يدقوا عليه، دائما يدقوا عليه من خلال الخدمات المتوفرة الكثيرة. أما أنه رقم ترسل له SMS ما في، في رقم اللي هو أكيد جاء مع خط الداتا، ولكن في ناس قاعدة تعيش وهذا الموضوع صار 6 شهور. فا يا يمكن الايبود يكون كويس. وكلمتكم على اضطراب المكاتب انه صار نعم مرض رسمي، وقلت لكم مصاب باضطراب المكاتب للاسف نعم، 19% قالوا انهم مصابين بسم الله علينا وعليكم يا رب العالمين، 80% قالوا لا ما عندنا هذا الشيء بس باقي شوي حسب الاستفتاء اللي كان موجود. واكيد نتكلم على استفتاءات مستمره باذن واحد احد. لحظه في استفتاء حيطلع في الحلقه هذه بديهي، لاحظتوا بديت الحلقه باخبار الجوالات والحين اروح للاخبار الثانيه في العلوم والاشياء الاخرى. هل هذا الامر عجبكم ولا لا؟ شاركوا في التصويت وقولوا لنا نعم نستمر على هالامر او لا ارجع للشكل حق الاول، اعطي اخبار العلوم وكذا ونجذب الناس للعلوم وبعدين اعطي الاخبار العاديه حقت التك الهيفي انتنس تك، او
دبروا لنا حل، اكتبوه في التعليقات. اخبار شبكات اجتماعيه وانستغرام قاعده تختبر شيء جديد يتيح للناس استرجاع حساباتهم من التهكير، فاذا واحد اخذ حسابك تقدر بكل بساطه تسترجعه. هذا الامر غير مؤكد الى الحين، ولكن انستغرام حريصه على انه التجدد يكون موجود. زي ما عندهم في الستوري صار تقدر تسوي بوست الى اكثر من فيديو للستوري في نفس اللحظه، زي التطورات الباقي اللي قاعدين يسووها على المنصه. حسابي على انستغرام عامل بفيديوهات مختصه هناك، فلا تفوتكم هذه النوعيه من الفيديوهات ايضا. وفيديو انتشر انه هذول هم الروبوتات والناس كيف قاعدين يعذبوا الروبوتات، وهذا الفيديو كثير من المغردين طلعوه وقالوا ايه الحين الروبوتات بعد 20 سنه يشوفوا هالفيديو يجوا ينتقموا مننا. اول شيء هذا فيديو مفبرك، ما هو فيديو حقيقي، استخدموه احد الشركات على اساس يوضحوا قدرات الانتاجيه حقتهم. في عندكم رابط موجود اسفل هذا الفيديو يبين لكم كامل الفيديو اللي من خلاله طلعت فكره نبغى نسوي هذه الحركه وكيف، وضرب وما ضرب والصوت وما الصوت. فلا تصدقوا اي شيء تشوفوه، رغم انه طلع الفيديو النهائي عليه بوستن داينامكس، ولكن بوستن داينامكس شركه قاعده تطور اشياء كثيره، ومجال بوستن داينامكس قاعد يتطور. في شيء يصدمكم مع بوستن داينامكس قريب ان شاء الله حيصير. احد الصحفيين استخدم مجموعه صور تم انشائها باستخدام الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ياخذ خصائص الصور كثيره من قواعد البيانات، يطور لك صور لاشخاص ما هم حقيقيين ولكن الملامح مشتركه وماخوذه من ناس كثير، فتحسب انه واحد حقيقي موجود من هالبشر. استخدم هذه الصور الصحفي في لينكد ان وقاعد يسولف وياخذ يعطي مع الناس وقدر يسوي تقرير كامل. فهنا وضح المخافه المستقبليه اللي موجوده عندنا بمساله الذكاء الصناعي وترهيم الصور، وكيف يمكن يكون في خطر كبير على البشريه من هويات الناس، وكيف تعرف ان الشخص اللي قاعد يكلمك هو حقيقي ولا لا، وهذا الشخص من صورته صح ولا لا، والانتحال والبلاوي دي كلها. الله يستر من المستقبل. واذا عجبتك اخبار اول باول، ترى عندنا ايضا قناه خاصه على سناب شات مخصصه في اول باول والاخبار من منظور مختلف، وايضا احيانا اخبار مختلفه تماما. ونهايه الحلقه وكل حلقه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشتقت لكم بشكل جدا كبير. اشوفكم على الخير باذن الله. السلام عليكم.